Presentation. I will talk about preoperative AKI management. My agenda is introduction, diagnosis, risk factor, outcome, prevention and management, and the take-home message. AKI. Acute kidney injury is a common clinical syndrome characterized by sudden and persistent decline in the kidney function over minutes or days. في الحقيقة هو الموضوع مهم ليه؟ لأن هو acute kidney injury is very common in general, but in acidic patient or in ICU patient, it is much increased. الإنسنس بتاعه في عيانين الورد العاديين أو في البريوبراتيف سيتنج about 2 to 18% يصل إلى about 20 to 60% in ICU patient. Once the renal injury develops, there is few therapeutic options available that can reverse the damage. So early diagnosis and intervention is very important. يعني احنا المهم يا جماعه في الاكوت كيدني انجري ان احنا نشخصه او نكتشفه بدري. لكن هو once حصل is a supportive treatment. تمام؟ فالافضل ان احنا نشوفه الاول. Definition. Perioperative AKI is defined as acute kidney injury that occur 5 to 7 days before surgery or 7 to 12 days after surgery. But there is no standard definition for AKI resulting in lack of clarity in the clinical workup. الديفينيشن بتاعنا زي ما قالت الكيديجو هنا نفس اي acute kidney injury في اي situation. هو according to الكيديجو definition either increasing the serum creatinine by 0.3 milligram per deciliter within 48 hour or decrease the urine output less than 0.5 milliliter per kg per hour for 6 hour or increasing serum creatinine more than 1.5 the baseline within 7 او the prior last week. الستيجنج بتاعه زي ما احنا عارفين قسمته برضه الكيديجو الى 3 ستيج according to severity stage 1 وستيج 2 and stage 3 based on the serum creatinine level or urine output criteria. مش هنضيع وقتكم يعني في الدياجنوزس. برضه الرايفل ذا سيم دي عباره عن staging قسم الاي كي اي اكوردنج للجي اف ار ليفل او كرياتين كليرنس والسيرم كرياتين ليفل اند يور اوتبوت كرايتيريا. وبرضه الاي كي اي نتورك ذا سيم نفس الكلاسيفيكيشن قسمت السيفيريتي اوف اي كي اي فروم ذا ستيج 1 اي كي اي تو ستيج 3 اكوردنج تو ذا سيفيريتي. في الحقيقه هو بس ذيس دياجنوزس او الاي كي او الكيديجو او الرايفل بيزد اون ذا كرياتين اند يور اوتبوت كرايتيريا ليها تو دروباكس. اولهم ان احنا العيانين البير اوبراتيف في الغالب دلوقتي هاز يونيك انفايرمنت اند ستريس اند هايبوفوليميا كوز فريكوينت انتر اوبراتيف اند بوست اوبراتيف ريدكشن ان ذا يورين اوتبوت. ودورنج سيرجري اونلي 5 تو 15% اوف ذا كريستالويد فوليوم لود از اكسكريتد فروم يورين كومبيرد تو 40 تو 75% ان ذا نان سيرجيكال بيشنت. كمان الحاجه الثانيه ان الكرياتين الليفل start to rise when the kidney lost at least 50% of the GFR او the kidney function. يعني لو انا استنيت الكرياتين لما تعلى هتبقى خربت ملطه بالبلدي كده. الكرياتين بيبدا يعلى لما الكيدني lost about 50% of the GFR. فاحنا بالتالي لجانا ان يبقى في تطلع حاجه اسمها نيو بايوماركر او نوفل بايوماركر فور early detection. واحنا قلنا early detection is very important rather than treatment. البريفنشن هو الاهم. فالبيوماركر دي هتساعدنا ان احنا فور ايرلي دايجنوزس وكمان ليها بروجنستيك افكت في المونيتورنج اوف اكيوت كيدني انجري ذات اوكير بري اوبراتيف. البيوماركر دي مش هتختلف كتير عن اي اكيوت كيدني انجري على راسهم السيروم نيجال ليفل والسيستاتين سي والانترليكون 18 دول فور ايرلي ديتكشن. كمان عندنا حاجات دايجنوستيك ايرلي زي السيروم نيجال واليورين كيدني انجري مولكيول 1 والدايجنوستيك فاكتور زي السيروم سيستاتين سي او سيروم كريات. وفي البروجنوستيك ميلي اللي هو انترليكون 6 والسي ار بي واليورين النجال. في الحقيقه الاي كي اي اراوند سيرجري او البري اوبراتيف اي كي اي ليها مالتيبل تريجرز او مالتي فاكتوريال على راسهم الهايبوتنشن ذات مي اوكير الهايبوفوليميا الدراج او توكسين او كونتراست اللي بيتعرض لها العيان الكاردياك ديسفانكشن التيشو اديما المايكروفاسكولار ديسفانكشن زي عيان الديابيتيك والسيبسيس. السيرجري عند الاناستيزيا السيرجري العيان اللي بيتعرض للسيرجري ممكن يتعرض لفوليوم لوس وبالتالي بيحصل ديكريز في اليورين في الكاردياك اوتبوت ويحصل ديكريز رينال برفيوجن دي الميكانيزم الشهيره اللي احنا عارفينها فيدخل العيان في اكيوت كيدني انجري وبالتالي بيحصل اكتيفيشن للراس سيستم
مما يترتب عليه انكريس سيرم ريابسوربشن والوجوريا، والعيان يبقى ايديمتاس، ودي هيدخل فيشيس سيركل، هيدخل العيان في كونجستيف هارت فيلير ديو تو فوليوم اوفرلود. This right-sided failure will lead to venous congestion وcongestion of the renal vein and may exacerbate EKI. وعلى الجانب الثاني السيرجري نفسها والأنستيزيا may reduce oxidative stress والنيفروتوكسيك medication that may given during the operation. ده نفس الكلام، نفس السلايد the same. الريسك فاكتور، there are multiple risk factor. لو البيشنت بتاعنا اتعرض لواحدة من دول هينكريز الريسك فور اي كي اي بري اوبراتيف. لو العيان ده عنده كرونيك كيدني ديزيز فروم ذا ستارت، يعني هو العيان مش دي نوفو اي كي اي، عنده هيستوري اوف كرونيك كيدني ديزيز، او العيان اوريدي دايابيتيك او هايبرتنسيف او عنده كارديو فاسكولار ديس اوردر، او البيشنت ده عنده هباتوبيلياري ديزيز، او الميل 6، او العيان الايج بتاعه مور ذان 65، او العيان ده اسيتيك. وفي سيرتن دراج كان انكريز انسيدنس اوف اي كي اي ديورنج ذا بري اوبراتيف بيريود، زي النانوسترويدال انتي انفلاماتوري دراج، لان بيعملوا فوليوم ديبليشن وبيعملوا سبلانكينج فازو كونستريكشن ان ذا رينال ارتري. والعين اللي بياخدوا ايس واربز زي ما اتقال امبارح، يعني ان بيتر افويدد 1 اور 2 دايز بيفور سيرجري، لان هم بيعملوا فوليوم ديبليشن الا لو كان العين هارت فيلير وبياخدهم كانت فيلير ميجر. سيرتن انتيبيوتيك زي الامينو جلايكوزايد والفانكومايسين طبعا انكريز ذا ريسك اوف اي كي اي especially in the pre-operative.
is personnel. الانيميا اند بلاد ترانسفيوجن، العيانين الانيميك بيشنت هاز ان انكريزد انسيدنس اوف اي كي اي لعده اسباب، لان الانيميا بتعمل ديكريز اوكسجين ديليفري سبيشالي تو زارينا الميدالا ديورنج سيرجري. والار بي سيس نفسها النورمال ار بي سيس هاز ان انتي اوكسيدنت افكت، فبالتالي بتقلل اوكسيديتيف ستريس على الكدني. فهي لو العين داخل بهيموجلوبين مور ذان 11 زي ما قالت استاذتنا الدكتور عفت، لو العين 11 هو طبعا 11 في الاكوت كيدني انجري از اكسبتابل فيجر، ان العين يدخل لو عين نورمال نان رينال يعني نان سي كي دي، العين البيتر يدخل على هيموجلوبين 11 تو افويد انكريز انسيدنس اوف بري اوبراتيف اي كي اي. البلاد ترانسفيوجن برضه في استاد اتعملت كتير، وجدوا ان الدايركت بروبورشنال increased risk with increased rate of transfusion with increased incidence of EKI. الاوتكم بتاع البري اوبراتيف EKI، لا اما العين ده اسوشيتد انكريز مورتاليتي، ممكن يدخل في كرونيك كيدني ديزيز، ممكن عنده باداليسيس ديبندنت اب تو العيان يداي فروم اكوت كيدني انجري بري اوبراتيف. احنا زي ما احنا شايفين الاكوت كيدني انجري ده هاز ريموت افكت ان مالتيبل اورجان سيستم، تقريبا كل الاورجان كان بي افكتد باي ذس اي كي اي بروسيس. في سكورنج بري اوبراتيف اي كي اي ريسك، عملوا سكور وجد ان الهازارد ريشيو لو العيان ده واخد 1 من 0 ل 2 فروم ذس ريسك فاكتور هياخد هازارد ريشيو 1، ولو 3 ريسك فاكتور هياخد هازارد ريشيو 3.1، ولو 4 ريسك فاكتور اباوت 8.5 هازارد ريشيو، ولو 5 تقريبا 15، ولو 6 ريسك فاكتور هياخد تقريبا 46 هازارد ريشيو تو ديفلوب اي كي اي. هاو تو بريفنت، زي ما احنا قلنا الاي كي اي از مني بريفنشن، فهو في الغالب يعني هاز نو ديفينيت دراج تو ديفلوب تو بروتكت او تو تريت اي كي اي وانس اوكير، ولكن مين اللي هو از ابري اوبرتيف ستيت از ابري اوبرتيف بريفنشن ستيت. Prevention of EKI اول حاجه فيها ان احنا ايدنتيفاي ريسك فاكتور، وذس از اوكير باي مالتي ديسيبلينري سيستم اللي احنا بنتكلم عليه، لازم كذا واحد الجراح والكارديولوجيست والنيفرولوجيست يتعرضوا للعيان قبل العمليه. الحاجه الثانيه ان احنا مينيمايز رينال انجري ديورنج اوبريشن باي افويد نيفروتوكسيك ايجنت. النمره اللي بعديها ان احنا رابيد مانجمنت ايزر باي انترافينوس فلويد اور افويد نيفروتوكسيك دراج. وفي طبعا كلام زي ما زمايلنا اتكلموا عن الاستاتين ثيرابي ده ريديوس الانسيدنس اوف بري اوبراتيف اي كي اي، ده كان في 2022. المانجمنت المين مانجمنت از ايرلي دايجنوزيس ديسكفري اوف اي كي اي ايتيولوجي اند بايو ماركر فور ايرلي دايجنوزيس فيري امبورتنت تو بريفنت اي كي اي. الحاجه الثانيه كوركشنز اوف اسيد بيز اند الكترولايت امبالانس، ايفن ممكن نحتاج للعيان نعمله دياليسيس. في كلام طبعا على دراج طالع جديد هو لسه اندر ترايل اسمه ديكس ميديتو ميدين. This drug is a selective, highly selective alpha blocker. عليه كلام إنه ليه رينو بروتكتيف إفكت، لأن ليه أنتي أوكسيدنت إفكت على الكدني، وبيحسن الميوكارديال أوكسجين سبلاي، وبالتالي كان بريفنت أو كان ريديوس ذا إفكت أوف بري أوبراتيف إي كي أي. بالإضافة للدراجز اللي عليها ديبيت زي الفروزمايد أو اللازكس والصوديوم بيكارب والدوبامين، وإن كان ده عليه يعني a lot of debate إن إحنا نستخدمه أو ما نستخدموش during the pre-operative period. The home messages, the pathophysiologic mechanism of EKI is complex and varied. The pre-operative hospital stay of EKI is increased. Most cases of EKI occur pre-operative associated with renal hypoperfusion rather than glomerulopathy or primary renal disease. الحاجة المهمة ان احنا EKI strategy اهم حاجة early avoidance of pre-operative EKI by early diagnosis and management. والرابيد ريسبونس اند ايرلي مانجمنت اوف اي كي اي از فيري امبورتنت اند ثانك يو.